مساء الخير طبعا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. أكيد الأعصاب مشدودة والوضعية منهارين وما تعرفون شو حيصير. حقيقة مو بس أنتم ما تعرفون، لا أنتم تعرفون ولا إحنا نعرف، عايشين في غموض، نعيش يوم بيومها والله كريم، وإن شاء الله الأيام الجاية تحل لنا الموضوع وعفوها على الله وإن شاء الله خير. إحنا هنحاول نساعدكم وأنتم تحاولون تساعدون ويانا تتعاونون ويانا، إن شاء الله تعدي هاي السنة على خير وسلامة. أتمنى صحة وسلامة للجميع. هواية قاعد نسمع إصابات، هواية قاعد نسمع شغلات، هواية قاعد نسمع مشاكل. أتمنى يعني صحة وسلامة لجميع الناس، طبعا الله يكون بعون الجميع. أعرف الوضع مو تمام، الوضعية في تدهور، لكن إن شاء الله الله يحل لنا إياها وتمر الأزمة على خير وسلامة للجميع. بس أرجع وأقول الواجب واجب والدرس درس والالتزام التزام. شوية قاعاني وياكم ويا الكويزات على مودكم، لأنه إذا ما تقرون ما حتستفادون، إذا ما تتابعون أنتوا راح تخسرون، والامتحانات مفاجئة ممكن تجيكم طرب الامتحان جاي على غفلة بوجهكم. فإذا أنتوا ما قارين ما مستعدين راح تكون حتعانون من معاناة كبيرة. هاي الطريقة الوحيدة شفتها برأيي، يعني انه مناسبة انه تخليكم شوية نوعا ما تطلعون وتقرون المادة، بس مع ذلك قاعد اعاني من هواية من عندكم. التأخير بالإجابة غير مقبول رجاء، يعني ما ممكن قاعد انطيكم، ما قاعد انطيكم اقول لكم ثاني يوم ردوا لي جواب، لا يعني اسبوع كامل، يعني لو كل يوم تقعدوا لكم ساعة عليها نص ساعة عليها، اتخيل يعني لنهاية الاسبوع تكون النتيجة خلصانة، جواب تقدرون تجاوبوا لي. اضافة مستمرة عندكم الإجابات المتكررة بين الطلاب، يعني التعاون، يعني شنو واللي تقول لي أني قا أقرأ ويا زميلتي، ولا يا قرأ يا زميلة، إحنا مو أكفة شيء اسمه حالة تباعد اجتماعي، كل واحد قاعد ببيته، حضر منزلي، حضر صحي، حجر صحي، ما أعرف شنو، يعني غير معناها إنه كل واحد قاعد بمنزله وكل واحد قاعد يقرأ ويا نفسه. أوكي يمكن يستفسر ويا زميله زميلته صديقه صديقته في على مواضيع معينة، بس مو الأجوبة. الأجوبة تخليني إنه أقدر أتناقش وياكم أو أتناقش ويا طريقة تفكيركم، أشوف التنوع اللي كل واحد اللي يجاوب بيه، بس من تجيني أجوبة متشابهة يعني أكو ناس ما تعبوا حالهم حتى بالجواب. فرجاء أرجع وأقول اعتمدوا على نفسكم، تابعوا جاوبوا على مو تقدرون تستفادون، لأنه هو هذا الحل الوحيد اللي راح نقدر نتجاوز هاي الأزمة خلال هاي السنة. رجاء أرجع وأقول كوز ماتيريالز فور ذس ليكتشر، محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون محاضرة بسيطة جدا وكل سهلة، اختاريتها شوية وازنت بين الموضوعين اكستراكشن وكلاس 1 والديفكت مالتها اتحولت الى كلاس 3. محاضرتنا اليوم الكوز مالتها راح تكون أسئلة عملية، إضافة على محاضرة اليوم اللي هي التريتمنت اوف كلاس 3، محاضرة بسيطة جدا 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 وقصيرة جدا، وإضافة واحدة من محاضرات الفصل الأول اللي هي سيفالومتريك، تقروها وتجاوبون على الأسئلة، والحد الأقصى للجواب راح يكون يوم الخميس وليس الجمعة، يوم الخميس. اليوم شنو من الأيام؟ اليوم سبت، تمام؟ عندكم الأحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، خمسة أيام كل الزينة. نهاية يوم الخميس أستلم الأجوبة، رجاءً نهاية يوم الخميس. أتمنى التوفيق. المادة صارت واضحة، التريتمنت مال كلاس 3 محاضراتنا مال اليوم، إضافة إلى محاضرة السيفالومتريك وياها أسئلة عملية. بالنسبة للأسئلة العملية اللي قاعد تعانون من عندها، هي مواد مختلفة، صح انتم ما شفتوها سنة عملي، لكن اكيد ماخذين شغلات مال العام اللي هي اللاب وورك، صح لو لا؟ فواحد يقدر يطلع عليها على يقدر يجاوب على الأسئلة. الأسئلة العملية راح تكون شغلات تابعة لللاب وورك، إضافة إلى شغلات ترى تنشرح ضمن المحاضرات، يعني ممكن تجي أجهزة معينة أنا أشرحها ضمن المحاضرات مال هاي السنة تجي ضمن الأسئلة العملية، يعني صح ما شفتوها عمليا لكن شفتوها نظريا، وأنا قامتكم باوربوينت وانتوا هسه تختلف الوضعية، يعني جميع الطلاب عندكم الباوربوينت مال المحاضرة، يعني تقدرون تراجعون الأجهزة التابعة مال كل المحاضرات أو الكيسات مال أوكلوجنز بصورة عامة، يعني مثلا سوبر نيومراري، ميديان دايسما، انكيلوسيس، هاي الصور كلها واضحة، ممكن تجي واحدة من هاي الصور خلال امتحان عملي.
تمام؟ فأريدكم تتابعون هذا الموضوع إضافة إلى المادة العملي الخاصة بمرحلة الرابعة، يعني مو تقولون تحفظوها بس لازم تعرفون الفقرات اللي اشتغلتوها، الجيج مالتها، الفانكشن مالتها، استخدامها، شلون نسوي ديزاين. هاي نقطة كلش مهمة. إن شاء الله تكون واضحة المادة الامتحان، وأتمنى أنه تستجابون وياها وتابعون الامتحان. الامتحان مو هذا الأخير، القبله كانت طبعا اكو ناس متابعة او مهتمة للموضوع تريد تعرف اخطائها شنو سبب النقصان درجة مالتها شنو، مشكورة من انت. اكو ناس ما تهتم. على العموم اني راح اقول الاخطاء الواردة، كانت الاخطاء النظرية الواردة كانت بصورة عامة disadvantage serial extraction procedure ما شنو، هاي الشغلات الموجودة اغلبيتكم كان صح، ما اعرف معتمدين على نفسكم ناقليها من المحاضره، انا هذا الشيء ما اعرفه، انتم رب العالمين تدرون بها. لكن اخطاء اللي وردت مثلا الفورورد باث اوف ماندبل الكلوجر ان كلاس 2 ديفيجن 1، يعني مو بس كلاس 2، هواي من عندكم كاتبين كلاس 2، هواي من عندكم كاتبين بس كلاس 2 وما كاتبين غير شيء، هي المفروض تكون كلاس 2 ديفيجن 1 او ممكن تكون كلاس 2 with habitual occlusion. habitual occlusion احنا قلنا الكلاس 2 ديفيجن 1 اللي دائما الماندبل عندها فورورد موفمنت تصير تقدم، حتى البيشنت مالك ممكن يدخل العياده ينطينا كلاس 1 هو بالعكس هو كلاس 2 لكن عند habitual closure دائما يقدم لي قدام كانه يعطينا كلاس 1 ريليشن شيب. تمام. السكند كي اوف اندروز هواي قسم هواي كاتبين الشرح مالته، أنا ما أريد الشرح، أنا أريد الاسم، فرجاء تنتبهون على هاي النقطة. والبقية الأجوبة كانت واضحة ما عدا السؤال العملي هذا، يعني ناس سووا ليها كأنه جهاز من المريخ جاي، هو بالعكس جهاز جدا بسيط بس طريقة الإجابة عندكم خطأ، ولازم تنتبهون على طريقة الإجابة بالامتحان العملي لأنه إذا ما تعرفون تجاوبون. وأنا قاعد قصد أجيب لكم أسئلة عملية خلال الكوزات على مصير عندكم فكرة عن الامتحان العملي، إضافة إلى أكيد رح أسوي لكم محاضرة خاصة مع المادة العملي. انتبهوا للسؤال، يقول لكم what is this appliance، هذا شنو هذا الابلاينس، يعني كثير كاتبي لي ريكيرز سبرينج. لا خطا هذا الكلام، مو ريكيرز سبرينج. الابلاينس هو عباره عن انواع، ممكن فيكست، ممكن ريموفابل ماي فانكشنال، تمام. واذا فيكس او الريموفابل ممكن يكون اكتف ممكن يكون باسيف، تمام. ها كلها ماخذيها العام ضمن المحاضرات، شغلات بسيطة ومعروفة. يعني بما انه هذا appliance هو removable، اذا الappliance هو removable، يا نوع بأكتف كومبوننت لو ما بأكتف كومبوننت، بأكتف كومبوننت. اذا الجواب النموذجي مال هذا السؤال الاول يقول لك what is this appliance، ترجعون تقولوا لي this is active removable appliance، active removable appliance. يعني اذا ما بي active component تقولوا لي هو passive removable appliance، تمام. بس بما انه اكو active component بالشكل اكتب هو active removable appliance. what is the active component، الactive component المسؤول هو عباره عن recurved spring، ومن يكون عند recurved spring ويا دائما يكون الهاولي arch، يعني لازم تكون جواب يتالف بارتين، هاولي arch and recurved spring، اثنيناتهم يشتغلون يعطوني couple force system. تشوفون الغرض من الاسئله على مساعدتكم مراجعه للماده العمليه. اذا من واحد يسالكم على الابلاينس لازم تشوفون شكل الابلاينس، removable fixed لو ماي فانكشنال، اذا كانت لازم اشوف هو active لو passive، اثنيناتهم لازم اكتبها. فاذا الجواب من هذا السؤال بما انه هي removable، اولا اقول removable appliance، بما انه بها active component اذا الجواب هو عباره عن active removable appliance. شنو الactive component؟ اذا ركب زيت سبرينج او زيت سبرينج وياها هاولي arch، وياها هاولي arch شي يكون، اذا وياها هاولي arch معناها يكون عندك الهاولي arch زائد ركب زيت سبرينج couple force system، هذا هو الاكتف كومبوننت. اذا اسالكم شنو الريتينتيف كومبوننت شو تقولوا لي؟ تقولوا لي مثلا هنا انا عندي بول اند ذا كلاسب، هذا بول اند ذا كلاسب، هذا نسمون بول اند ذا كلاسب، تمام. هذه يعني باختصار مفيد عن طريقه الاجابه عن الاسئله العمليه، ان شاء الله تكون واضحه وراح تنتبهون بعد هواي اسئله عمليه راح تكون ويا كل كويز على مود يصير عندكم فكره. واضافه للمحاضره اكيد راح اشرح لكم عن الماده العمليه، بس بننتظر مقررات مجلس الكليه وان شاء الله تكون خير.
إذا عندكم أي سؤال أي استفسار حاضر الإجابة تراسلوني وأني بالخدمة. نجي على السلايد اللي وراه، راح نبلش محاضرتنا اليوم. راح تشوفون اسمه treatment of negative sagittal discrepancy. احنا هسه لحد الان اخذنا الساجيتال ديسكريبنسي، يعني شنو الساجيتال؟ يعني الانتروبوستيريور. اخذنا الكلاس 1 تمام، هو النورمال، وعندنا بعد الكلاس 2 راح اخذها ان شاء الله على المحاضره الجايه، واليوم الكلاس 3. الكلاس 3 كلش بسيط وكلش سهل. المحاضرات المتبقيه عندكم هوايه بعد باقيه، لكن انا راح اخذ المواضيع الرئيسيه. يعني لازم ناخذ نكمل الكلاس 2 والكلاس 3، لازم نحكي عن الاوبن بايت والديب بايت، لازم نحكي عن الكروس بايت. هاي الاساسيات لازم تاخذون، والمتبقي من الوقت ناخذ موضوعين رئيسيه، والبقيه كلها ممكن نعوفها. كل واحد من هذا انتو كمستوى تدريسكم كاندر جراجويت، المطلوب من عندكم تعرفون الكيس، شنو التعريف مالته، الايتيولوجي مالته تمام، شنو الشغلات المرافقه وياها، يعني شنو الفيتشرز مال هاي الكيس، وشنو هي التريتمنت اوبشنز. يعني ما حتشوفون، ما حندخل بتفاصيل عميقه للتريتمنت لانه انتم ما حتشتغلوها، انتم مو راح تتخصصون بها، انتم مجرد لازم تعرفون اللي راح تتخصصون به او لازم تعرفوه هو الشغلات العمليه البسيطه، لكن الشغلات المعقده اللي يحتاج شغلات الاخصائيين انتم مجرد لازم تكون علم بها، لأنه راح تكونون أطباء لازم تكون علم بكل الموضوع. مجرد أنه يعني ممكن يصير عندكم فكرة على ما تعرفون توجهون المريض بالطريقة الصحيحة. إذن اليوم إحنا أخذنا لحد الآن الساجيتال ديسكريبنسي النورمال تايب اللي هو الكلاس 1. أرجع وأقول نورمال كلاس 1 يعني نورمال ريليشن بين الماكسيلا أو ماندبل، نورمال dental 6 upper 6 lower 6 and normal upper lower incisors relation. لكن بضمن الدنتال arch ممكن يكون عندي مال occlusion مثلا crowding spacing، صح لو لا rotation whatever. هذا يسموه normal sagittal discrepancy. شو يسموه؟ normal class 1. احنا نحكي عن اليوم عن الكلاس 3 مال occlusion. المال occlusion الكلاس 3 يسموها بالnegative sagittal discrepancy. الكلاس 2 راح يكون البوزيتيف ساجيتال ديسكريبنسي. احنا بالكلاس 3 هو تريتمنت اوف نيجاتيف ساجيتال ديسكريبنسي. راح نشوف اول سلايد مع ماده المحاضره. نيجي على ديفينيشن سكيليتالي. اول شيء راح نعرف الكلاس 3 سكيليتالي. من اني اقول كلاس 3 يعني معناها نشوف اول صوره وشوف الصوره الثانيه، تشوفون اكو فرق بين صورتين بس اثنيناتهم كلاس 3. اما عندي مشكله بالماكسيلا او عندي مشكله بالماندبل تمام، اما الماندبل متقدم مثلا هاي صوره الابنيه شلون واضحه تمام، اذا السبب هو problem in the mandible prognathism in the mandible، او انه الماكسيلا راجعه مثل هذا الولد صار عنده retrusion in the maxilla سببه يكون ماكسيلا، او ممكن يكون combination بين الماكسيلا and the mandible تمام. ونسبة الاحتمال لازم يكون بالماندبل أكثر من الماكسيلا، يعني نسبة احتمال وجود كيس كلاس 3 سكيليتالي مثل صورة هاي البنية أكثر من نسبة احتمال وجود كلاس 3 مثل صورة هذا الولد تمام. هذا هو السكيليتال الكلاس 3، إنه الماندبل متقدم أو الماكسيلا راجع أو العكس تماما أو both of them، هم الماندبل متقدم هم الماكسيلا راجع، كلها ممكن واردة تمام. هذا تعريفه سكيليتالي. نجي على نعرفه دينتالي، كلش واضح وكلش سهل. اذا اريد اعرفها حسب الانجل كلاسيفيكيشن تمام، بالكلاس 3 شوف هاي الصوره شلون واضحه تمام، نشوف انه الميجوبوكال كاسب، ميجوبوكال كاسب هذا اوف ذا اللور فيرست مولر اوكلودد ميجيالي تو كلاس 1 بوزيشن. كلاس 1 تشوفون هذا الكاسب ابر تقعد بالفوسة مال لور، نانا بالكلاس 3 لا صاير anterior to the this position، كعبالك اللور اللور 6 متقدمة على الأبر 6. هذا يسموها كلاس 3 angle classification. حسب الانسايزر classification تشوفون هذا هو الانسايزر classification في كلاس 3 كdefinition، دائما تكون اللور انسايزر edge كتشوفون anterior to the cingulum plateau of the upper incisors، يعني كأنه lower incisors هي المتقدمة على upper incisors.
تمام؟ صورة توضيحية كلها سهلة. إذا سكليتالي ككلاس 3 الماكزيلا راجعة والماندبل متقدم، ودينتالي أو العكس تماما العفو أو كومبينيشن بين الماكزيلا اثنيناتهم يكون راجعة والماندبل متقدم، تمام؟ ودينتالي لازم شي يكون عندك الكلاس 3 انجل كلاسيفيكيشن كلاس 3، والانسايزر ريليشن شيب دائما يكون اللور انسايزرز ان فرونت اوف ذا ابر انسايزرز، تمام؟ هذا هو مختصر مفيد لتعريف الكلاس 3، تعريف دينتالي اند سكيليتالي، ونسبه وجوده تقريبا 3% من الكوكازيان بوبوليشن، يعني نسبتها مو كلش عاليه، ولو اني اشوف بالاونه الاخيره نسبتها قد تزداد مقارنه بالكلاس 2 كيسز، بس مع ذلك لحد الان الاحصائيات والدراسات تثبت اقل نسبه من الديسكريبنسي بالساجيتال بلين هو يكون الكلاس 3 مال اوكلوجن. ها مخليت لكم سلايد الوراء فد فيديو توضيحي، فالدكتور اسمه ماثيو راح يشرح لكم شلون هو الكلاس 1 انجل كلاسيفيكيشن، وشون حيكون الكلاس 3 انجل كلاسيفيكيشن، وشون راح يكون الديجريز اوف كلاس 3 مال اوكلوجن، لانه ممكن يكون مايلد، ممكن يكون موديريت، ممكن يكون سيفير. اذا تحبون انا افضل تشغلوا الفيديو على ما تتوضح عندكم الصوره، تمام؟ تقدرون تشغلون الفيديو وتشوفون التغييرات اللي صايرة، وكلش فيديو توضيحية وكلش سهلة، ظهر ويا التسجيل ما تشتغل عندي الفيديو، تمام؟ زين نجي على سلايد The etiology factor. تذكرون الكلاس 1 etiology factor شنو كان السبب الرئيسي للكلاس 1 مال occlusion؟ تذكرون؟ يعني قلنا السكليتال مهم، سوفت تيشو مهم، بس اهم واحد كان بها الدينتال فاكتور اللي تكون كلاس 1، لانه اغلب الاحيان الشخص اللي يكون عنده كلاس 1 مال اوكلوجن لان السكليتال يكون كلاس 1 ايضا، يعني نورمال اغلبيتهم، مو كلهم، ممكن يكون كلاس 2 ممكن يكون كلاس 3 with dento alveolar compensation، لكن بس الاغلبيه شو حتكون؟ راح تكون كلاس 1. السوفت تيشو مو هذاك التاثير القوي. راح نشوف هنا الفرق عن الكلاس 1 شنو. كأتيولوجيكال فاكتور يعتبر أول واحد الاسكليتال فاكتور the most important etiological factor in class 3 مال occlusion، تمام؟ يعني أغلبية الناس اللي يكون عندهم class 3 يكون السبب مالته هو اسكليتالي، لكن مو كلهم، يعني أنا ما أقدر أقول all the population، لا most of the population أو the majority of cases يكون skeletal corresponding causes. يعني شنو skeletal problems؟ يعني معناها أما الماندبل بها مشكلة متقدمة أو الماكسيلا بها مشكلة بحيث متكون متراجعة. راح أشوف المواصفات بالصور القادمة بالسلايد القادمة. نيجي على الفاكتور رقم 2 اللي هو soft tissue factor. soft tissue factor يشوفوه انه فالعامل كلش بارد في حالة الكلاس 3 مال occlusion، يعني ما ينطي فالدور كلش مهم كأتيولوجيكال رول، مو فالدور كلش مهم، دوره كلش يكون ضعيف، بالعكس اصلا مرات يساعد. يعني تصوروا ممكن شخص عنده فد mild class 3، mild class 3 تصوروها، تخيلوها وياي، يعني شوية الماندبل واللور انسايزرز متقدمة، تمام؟ والأبر انسايزر شوية راجعة، تمام؟ شوية راجعة اللي ورا، تمام؟ ممكن شوفوا دبو، ممكن البريشر من الليب لور ليب على اللور انسايزر بحيث تخلي اللور انسايزر يصير بيها ريتروكلينيشن، ترجع اللي ورا أكثر وترجع الكيس إلى class 1، يعني كأنه صار في الدنتو الفيار كومبنسيشن عوضي على المشكلة اللي صايرة عندي بالكلاس 3، إذا صار بيها فائدة soft tissue هنا، ما صار بيها مضرة، أو بالعكس ممكن التانج يدفع لي الأبر انسايزر بهذا المايلد كيس، انتبهوا كلمة مايلد أقولكم بسيط، يعني المايلد كيس من الكلاس 3 مال أوكلوجن، تمام؟ يدفع لي الأبر انسايزر اللي قدام يصير بيها بروكلينيشن، والنتيجة شو تصير؟ نتيجة كلش حلوة تصير، كلش رائعة تصير، ممكن يصير كلاس 1 وما يأثر على منظر البيشنت، تمام؟ فإذا soft tissue factor يعني أغلبيته مو مهم ومو تأثير قوي كأتيولوجيكال فاكتور أوف كلاس 3 مال أوكلوجن. الدينتال فاكتور أيضا ما عنده دور، بالعكس ممكن يشوف بعض النوع من المال أوكلوجنز مرافق
ويا الكيسات اوف كلاس 3. هسه راح اشوفكم اياها بالسلايدات الصور الواضحه القادمه ان شاء الله بالسلايدات القادمه. راح نشوف السكيليتال فيتشر بعض. راح ننتبه خلال سكيليتالي هم هو انه سكيليتال مال اوكلوجن واسكيليتال فيتشر اوف بيشنت اوف كلاس 3. راح نشوف ممكن انه راح نشوف عندي مشكلتين بعض. انا دائما هاي شرحتها من الان، من يكون سكيليتال كوز فور اني تايب اوف مال اوكلوجن اخلي بالي يعني ماكزيلا اند ماندبل، صح لو لا؟ هاي رقم واحد. أرد بعد تخلون بالكم شغلتين أخرى بعض. أما المشكلة بالبون كحجم، يعني الحجم مثلا البون، يعني مثلا هسا عندي كلاس 3، ممكن شنو الحجم البون؟ ممكن يكون حجم الماندبل كبير، صح؟ فبحيث من يكون حجم الماندبل كبير كأنه متقدم لي قدام انطاني شكل كلاس 3، صح؟ إذا problem بالسايز أو باللينث مثل ما واضحة بهذا السلايد. باعوا هذا السلايد يشوفون إنه length of the mandible، لو نسوي له فتيفالومتريك راديوغرافي بعد الصورة الوراها نشوف إنه length of mandible كلش طويل بحيث ممكن منظر class 3 للpatient، تمام؟ باعوا هاي الصورة واضحة كلش واضحة، هاي الصور ممكن يكون length of the mandible، أو يكون أن بالصورة هاي الأولى نفسها باعوا position مال condyle. تشوفون position of condyle صاير كأنه placed more anteriorly من الكوندايل، يكون موقع أكثر متقدم لي قدام، يخلي المنطبل كله يتقدم لي قدام، وبالنتيجة شي صار عندي class 3. إذن خلوها ببالكم من يكون عندك skeletal problem، المشكلة أما بالبون اللي هي المكزلة أو المنطبل، شنو نوعية المشكلة؟ أما مشكلة عندي بالsize of the bone، the size or the length of the bone، خلوها ببالكم، أو problem in the position of the bone، تمام؟ يعني ممكن يكون الماندبل متقدم لي قدام فصار عندي prognathism of the mandible، تمام؟ أو ممكن يكون عندي العكس تماماً، ممكن يكون عندي reduction بالsize of maxilla، المaxilla صار بها صغر بالحجم مالتها، ممكن صح لو لا؟ من تصغر حجم المaxilla، المaxilla تكون متراجعة تبين، فتبين عندي الشخص class 3 كأنه الماندبل متقدم عليه على الماكزيلا، وهي causative factor هي الماكزيلا، تمام؟ أو ممكن يكون retruded position of the maxilla. إذا المشكلة بالعظام تكون من يكون skeletal causes either problem in the size or problem in the position. Size or position. أما an increase the size of the mandible أو reduction the size of maxilla أو عندي forward position of mandible أو retruded position of maxilla. طبعاً أكثر عامل يأثر لي على هذا الموضوع، تمام؟ هي الماندبل. يعني أغلبية skeletal causes of class 3 mal occlusion هي تكون سببها of الماندبل، تمام؟ هذا بالانتروبوستيرير. هل يا ترى ويا الانتروبوستيرير ممكن يكون problem بالانذر بلين؟ اي نعم، ممكن يكون عندي problem بالفيرتيكال، ممكن شخص يكون عنده تمام open bite or deep bite، او ممكن شخص عنده problem بالترانسفيرس، ممكن يكون عنده cross bite، راح اشوف هسه بالصورة القادمة، تمام؟ نرجع شوف هذا الشخص ايش قد حلو، هذا الطفل يخبل بس عنده reduction in the size of the maxilla. شوف المالر بون بعد الماكزيلا أبالك هيك ممسوحة قاع من الموقع مالتها، ما مبينه، حجمها كلش صغير مقارنة بحجم الماندبل اللي تشوفه كلش طبيعي، ويا الفورهيد تشوفون يجي الصورة اللي وراها، قلنا هاي البنية شوفوا شلون عندها long ramus long body، بحيث عندها increase the size of the mandible، فمنطيني skeletal feature increase the length of the mandible. باو هاي الصورة وياها اللي patient عندها long face، يشوفون وجهها كلش طويل، وهي skeletal class 3 مال occlusion، تمام؟ ممكن يكون ويا هذا long face ممكن اتوقع عندها open bite، يعني ويا class 3 يكون open bite، ممكن يكون انت open bite، ممكن يكون deep bite، وكل واحد العلاج مالته راح يختلف عن الثاني، تمام؟ ال open bite راح تخلي الكيس تصير اكثر معقدة من ال deep bite، خلوا بالكم على النقطة. من يكون عندي يعني decrease بالvertical dimension، مو بالvertical dimension، decrease بالover bite، يعني يصير عندي open bite ويا skeletal class 3 مال occlusion، يعني يصير عندي open bite، من يصير عندي open bite أتوقع الكيس
more difficult to be treated. تمام؟ لأنه العلاجات هتتعارض واحدة ويا الثانية. زين، هاي راح أفهمكم إياها التعارض مع العلاجات بعدين بالكاموفلاج تريتمنت. إذا عرفنا بالسكيليتال فيتشرز إنه ممكن يكون عندي مشكلة بالماكسيلا أو ممكن يكون عندي مشكلة بالماندبل. Whatever إذا كانت المشكلة بالماكسيلا أو الماندبل، ممكن يكون إصابة الماندبل أكثر تعرضا للكاسوسري من الماكسيلا. البروبلم يكون بشغلتين، أما in the size or in the position. هذا مختصر الكلام لازم تعرفوه. وعادة الشخص أبو كلاس 3 يكون عنده من أحد المواصفات السكيليتال فيتشرز يكون عنده long face و vertical and transverse problem. نعم موجودة، ممكن يكون عنده open bite، ممكن يكون عنده deep bite، وممكن يكون عنده cross bite. تمام؟ هاي النقاط لازم تعرفوها وهي الفيتشرز of class 3 مال occlusion. نجي على السعادة، هذا راح يوضح لكم الاوكلوزال فيتشر اوف كلاس 3 مال اوكلوجن. مع الاسف اثناء شرحي ويا التسجيل الصوتي الظاهر الفيديوهات ما تشتغل، لكن اكيد من تجيمكم راح تشتغل الفيديو. هي مجرد فيديو توضيحي لشون يكون عندي مواصفات الاوكلوزال فيتشر اوف كلاس 3 مال اوكلوجن. نجي باو انترا اورالي، شو تشوفون هذا البيشنت ايش عنده؟ انتيرير كروس بايت، هاي معروفة بأحد الفيتشرز of class 3 lower incisors in front of upper incisors. يتشوفون displacement of the canine and the posterior cross bite. يتشوفون تلاحظون complete displacement of the lateral. نانا يتشوفون أني ونفس الوقت and the open bite or deep bite. أكيد عندي هنا واضحة الصورة deep bite عمق بالطبقة. تمام، هذا لازم أفتح البايت وأوسع الارش وطلع الماكسيلا كلها اللي قدام. واضح الطريقة. إذن الفيتشرز اللي ممكن أشوفها شنو عندي؟ عندي cross bite, anterior cross bite, displaced canine. تمام؟ نعم عندي displaced canine. عندي complete cross bite of the lateral and posterior cross bite إضافة إلى deep bite. Deep bite عندي صار هنا. تمام؟ الحال لازم أسوي expansion بالأبر آرش، أوسع الفك مع الأبر آرش كله كاملة، أفتح البايت على متاهي الانسايزرز تطلع لي قدام، وبعدين أعدل البايت مع البيشنت. إذن هاي أحد الفيتشرز اللي ممكن أشوفها ويا الكلاس 3 مال أوكلوجين. هذا البروبلم إنه displaced of canine ولاترال طابلي جوا، إذا معناها ممكن أشوف another feature within class 3 مال أوكلوجين هو الكراودينج. والكراودينج اللي أشوفه بالأبر آرش أكثر من اللور آرش. هسا جيبوا ورقة وقلم سجلوها يمكم. الفيتشرز اللي أشوفها بالكلاس 3 مال أوكلوجين شنو هي؟ extra orally long face، صح لو لا؟ ممكن يكون عندي large mandible small maxilla forward position mandible أو retruded position maxilla. تمام؟ ممكن أشوف وياها open bite، ممكن أشوفها deep bite كvertical discrepancy، أو ممكن أشوف problem بالtransverse، ممكن يكون عندها cross bite. تمام؟ intraoral features ممكن أشوف، أشوف anterior cross bite posterior cross bite and crowding. يعني الكراودينج اللي أخذناه ويا الكلاس 1 ممكن أيضا أشوفها بالكلاس 3، لكن وين أشوفها؟ بالأبر أو باللور؟ أغلبيتها in most cases تكون الكراودينج وين؟ بالأبر وليس باللور. هاي المعلومات الرئيسية لازم تعرفون كفيتشرز of class 3. يعني أي شخص كلاس 3 هاي النقاط لازم تخلوها تسجلها تدرخوها بخلوها ببالكم، إنه السكيليتال بروبلم هي الرئيسية أكثر من بقية الفاكتورز. تمام؟ وإذا كانت سكيليتال الماندبل تأثيرها أكثر من الماكسيلا. تمام؟ وإذا أما بروبلم in the size أو بروبلم in the position of the bone. تمام؟ ممكن أشوف discrepancy بالvertical. أي نعم ممكن أشوف discrepancy in vertical ويا الكلاس 3 مال أوكلوجين، يعني open bite or deep bite. ممكن أشوف transverse problem. أي نعم ممكن أشوف transverse problem، ممكن أشوف عندي cross bite. intraorally أشوف anterior cross bite، ممكن أشوف posterior cross bite، وأشوف حالة أخرى من المال أوكلوجين اللي هي الكراودينج. والكراودينج أشوفها بالأبر أكثر من اللور. ليش بالأبر أكثر من اللور؟ لأنه دائما يصير بالأبر constriction والماندبل يتقدم، فيصير discrepancy بين العرض بين الأبر واللور، فطبيعي إنه أشوف constriction اللي يصير بالأبر أكثر من اللور. وبنصير عندي constriction يعني متضيق الأبر، النتيجة مع التضيق راح يصير عندي crowding بالأبر أكثر من اللور. نجي على
أتخيل صارت واضحة الـ ethological factors، وصارت واضحة جدا الـ features of class 3 mal occlusion. أكو فت حالة ويا الـ class 3 mal occlusion أريد أن أوضح لكم إياها بهذا السلايدين. هذا السلايد الأول شو أشوف هنا أنا؟ طفل أو طفلة في مرحلة الميكس دينتيشن، هاي الصورة صحيح؟ الأسنان الموجودة شنو هي؟ primary dentition، ما عدا هذا شنو عندي هنا؟ هذا اللور سنترال انسايزر البرمننت، مو الوان طالع عندي، اللور وان طالع عندي من رايت سايد، صح؟ شوفوا الاوكلوجن مالتها شو نشوف؟ صاير هنا ايج تو ايج، يعني الابر اي صاير كونتاكت ويا اللور انسايزرز، صح؟ كتشوفون بحيث البايت كله مفتوح، كتشوفون تشوفون يعني ماكو فد انترجيتيشن، ماكو فد تطابق بين الابر ارش واللور ارش، يعني البيشنت من تريد تطبق الابر اي ويا اللور وان فقط. هاي التطابق من هشكل نوع شو يسموه فد ارتيفاكت، يعني فد ارتيفيشال او انكمفورتبل انترفيرنس بين الابر ارتيث ابارتيث واللور تيث. هذا النوع شوفوا شو حيصير من يريد البيشنت ينطي على occlusion أضبط. شوفوا الصورة اللي وراها بعض، هاي من طلعت عندها permanent dentition تبهوا صار عندي فت forward displacement للماندبل. ترى هاي الصورة نفسها مال هاي الصورة، بس هاي ورا مرور تقريبا 8 إلى 9 سنوات من هملت الكيس مالتها، تمام؟ صار عندها البيشنت على متحصل على اطباق اريح، قدمت الماندبل ان فورورد، تمام؟ من قدمت الماندبل ان فورورد بوزيشن، تمام؟ تحولت الكيس الى من كلاس 1 الى كلاس 3 مال اوكلوجن، صح؟ يعني هي بالاصل شيء هي كلاس 1، لكن هملت الوضعيه وظلت على هذا ال uncomfortable contact مالتها، تمام؟ أدت إلى تحويل الكيس إلى كلاس 3 مال أوكلوجين. على مود يتصلح هذا الوضعية لازم نفتح البايت ونصلحها عن طريق الإكسبانشن. هذا النوعية من الكلاس 3 شوف شو يسموها؟ يسموها بالبوستورال أو سيدو أو هابيتشوال كلاس 3 مال أوكلوجين. هاي 3 تسميات طلاب كلش مهمة، أريدكم تحفظوها الدرخ. بوستورال سيدو or habitual class 3 mal occlusion. أعيدها: postural, pseudo, habitual class 3 mal occlusion. راح أعيد شرح حمارت اللغة. هو البيشنت بالأصل class 1 لكن عنده فد interference بالocclusion. هذا الانترفيرنس يخلي البيشنت uncomfortable بالocclusion، مثل هاي الصورة تشوفون أكو وتشوفون فد بايت مفتوح، البايت بين upper arch واللور arch من جميع الجهات. uncomfortable position خلى انه يصير displacement of the mandible، المandible يتقدم امر forward او laterally، ممكن يروح right side او ممكن يصير left side، والنتيجة شو حتحول؟ يتحول الى class 3 mal occlusion. السؤال ممكن واحد يسأله: هل class 3 mal occlusion بهاي الحالة هي dental or skeletal؟ الجواب هو في بداية التحويل، يعني أول ما يتحول البيشنت إلى كلاس 3 كبداية دينتال، لكن إذا استمر لفترة زمنية طويلة راح يتعود الكوندايل يتقدم لي قدام مور فورورد بوزيشن، حيتحول إلى سكيليتال تايب أوف كلاس 3 مال أوكلوجين. هاي النوعية من الكلاس 3 اللي سببها هو انترفيرنس إن ذا أوكلوجين يسموها بالبوستورال أور سيدو or habitual class 3 mal occlusion. هاي كلش مهمة نعرفها، تمام؟ شلون نقدر نفرقها؟ نقدر نفرقها عن الميدلاين ديفيجن اللي ممكن يصير بين الابر arch واللور arch، لانه بالميدلاين ديفيجن معناها انه بالاوكلوجن بالسنتريك اوكلوجن يعطيني ريليشن، وبالسنتريك ريليشن يعطيني انذر ريليشن. ما يحتاج ندوق نفسنا، بس لازم نعرف انه اكو نوعية من الكلاس 3 سببها interference in the occlusion، اذا اهملت تتحول الى true type of class 3. هاي النوعية يسموها بالpostural, pseudo or habitual class 3 مع الoclusion. كلش مهمة لازم تعرفوها طلاب، ان شاء الله تكون واضحة. انتبه على السلايد. بقوا هاي الطفلة تبولي،
هاي الطفلة كان الكلاس 1 ريليشنشيب، لكن من فتحنا حلقها شوفوا الصورة الواحدة كأنه تطيني كلاس 3 مال أوكلوجن. بعد الصورة وراها شوفوا ال 2 central incisors صار بيها displacement lingually، تشوفون خاصة هذا left side central أكثر داخل لجوة كأنه رح يصير anterior cross bite. شوفوا أهملت ومعالجة الكي، شوفوا النتيجة صارت dental type of class 3 مال occlusion، dental type تشوفون class 3 مال occlusion رجعت لي ورا وتقدمت لي قدام. هذا إذا أهملت رح تتحول إلى هذا السيدو تايب، رح يتحول إلى true type of class 3 مال occlusion. يعني إذا عندي interference بالocclusion ورح يسوي deviation in the mandible in forward or lateral direction، رح أتوقع إنه هذا البيشنت عنده حيصير عنده class 3 نوعية السيدو تايب. إذا أهملت وما تعالجت تحولت إلى real case، هذاك الوقت رح يسموها بالideal type of class 3 مال occlusion. إن شاء الله تكون واضحة مو صعبة وكل سهلة. ما بقى لنا شيء من المحاضرة، محاضرتنا اليوم كلش قصيرة وكلش حلوة وكلش سهلة. زين ننتبه، رح نشوف التريتمنت اوبشنز اوف كلاس 3 مال اوكلوجن. احنا ايش قلنا هسه؟ يعني ممكن يكون عندي الكلاس 3 دنتال، ممكن يكون عندي كلاس 3 سكيليتال، صح؟ ويا الفيتشرز مالتنا ايش عندنا؟ عندنا كروس بايت، لازم اعالج الكروس بايت، anterior cross bite عندي، posterior cross bite، او ممكن يكون عندي crowding، لازم اعالج كل واحد على حده. اكو عدة عوامل يؤثر على قرار الـ options of treatment مالتنا، عدة عوامل تأثر على قرار الـ treatment مالتنا. شو راح نستخدم يا type of treatment؟ Factors considering during treatment plan of class 3 mal occlusion هي أول factor. أول شيء patient opinion regarding the occlusion and facial appearance. أنا هاي نقطة ممكن شطنع بها، أنا أقول الpatient جاني للعيادة أو جاني للدوامي ويريد من عنده علاج، معناها أكو شيء ما مقتنع به، صح لو لا؟ بس ما إنه هو patient جاني ومقتنع بالكيس مالته class 3، أنا هذا ممكن أقتنع بها. بس هي كفاكتور هم شوية معتمدين على ما على نظام السناتر. السناتر اللي عندنا هسه مثلاً patient يروح على قسم التجميل الconservative treatment، خلال conservative treatment الطبيب يقول له لازم أنت تصلح أسانك orthodontically وبعدين نسوي لك الconservative treatment اللي أنت تريده، تمام؟ فهذا يتوقف على opinion مال patient. أكو patient يتقبل أسانه بالوضعية بها، أكو ناس ما تتقبلها. Severity of skeletal pattern طبعا، expected pattern of future growth، dental of your compensation طبعا، يعني ممكن يكون mild cases وصار عندي تعويض بالدنتال، او ممكن severe cases وما صار عندي تعويض بالدنتال. هذا كل واحد يأثر على نوعية العلاج. and the degree of the crowding، هاي نقاط مهمة لازم نخليها ببالنا من خطة العلاج of patient with class 3 mal occlusion. شنو هي التريتمنت الاوبشنز؟ شنو هو الاوبشنز اللي عندنا بالتريتمنت؟ ارجع اقول اي سؤال يسالكم شنو هو التريتمنت فلان كيس، تخلون بالكم عده عوامل. اولا اول عامل الايج اوف ذا بيشنت، الايج يعني انا ما اقول ايج يعني 12 سنه 13 سنه، السكيليتال ايج مالته يعني عمره النمو او الجروث ايج مالته. يا ترى الجروث ايج مالته شنو وضعية النمو مالته؟ عنده نمو؟ اشتغل على النمو لو ما اشتغل على النمو، صح لو لا؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين الكوزيتيف او الايتيولوجيكال فاكتور، هل هو دينتال بروبلم او هو سكيليتال بروبلم، تمام؟ هاي الشغلات راح تحدد لي نوعية العلاج المناسب للبيشنت with class 3 mal occlusion. شوف الاوبشنز، أول شيء يقول لك accepting the incisor relationship. أنا راح أذكر لكم الأوبشنز كلها وبعدين راح أشوفكم صور للحالات والكيسات اللي راح نستخدمها ويا كل حالة معينة. الأجهزة أرجع وأقول مهمة أنت انتبهوا لها، لأنه ممكن تجي بالأسئلة العملية. وين تجي؟ بالأسئلة العملية، انتبه. accepting the incisor relationship يقول لك يجي لك patient with very mild case of class 3، accept the relation، يقول أنا مقتنع بهذا الشيء. خلاص أمي إذا أنت مقتنع ليش تتعب حالك تخلي لك fix appliance، تخلي لك appliance surgery أو whatever عشان تصلح المشكلة عندك. أو مرات يجي لك severe cases، يعني كلش الماندبل متقدمة على الماكسيلا بدرجة كلش عالية بحيث عبالك وانت مقلوب
يعني مو احنا دائما المكسلة هو overlap على الماندبل، كأنه الماندبل هو مقلوب على صاير هو overlap على المكسلة، بس هو البيشنت راضي من نتيجته، راضي بشكله. يعني اني اكو فت حلاقة عرفة، هو يصير يحلق شعر اولاد اختي، انا اوديهم مرات، رجال كبير بالعمر تقريبا 60 سنة عمره، يعني سكليتال سيفير كلاس 3 مال اوكلوجن. دائما من اروح اساله بحيث اني من اشوفه اتنرفز، اقول يعني هذا رجل ليش ما مسوي حالته، ليش ما عالج حالته من هو صغير. دائما اقول له عم انت ليش ما عالج حالتك، هو يقول انا راضي، انا اشوف انه هذا منظري هشكل لطيف. يعني هو مقتنع اقتناع كلي بالكلاس 3 مالته. هذا شخص ما يحتاج يتعب حالنا، لا انت نسوي له لا تريتمنت ونقول له مع السلامه الله وياك، تمام. شوف النوع الثاني early orthopedic treatment. من اسمه orthopedic treatment راح نستخدم لفد treatment يشتغل على skeletal component. هسه حتشوفون الابلاينس التابع لهذا الموضوع، بس لازم نخليها ببالنا لازم يكون البيشنت في مرحله الجروث، تمام. يعني من سؤال واحد يسالكم يا نوع التريتمنت والبيشنت في مرحله الجروث، شو تقولوا له؟ early orthopedic treatment. هاي النقطه كلش مهمه، تمام. يعني من يكون شخص adult ما نقدر نستخدم ل early orthopedic treatment، ما ممكن، لأنه هو orthopedic treatment هو راح يشتغل على skeletal component، على العظام، على المكسلة، على المندبل. زين إذا هو growth ما تم توقف، أنا شو نقدر أشتغلها، صح ولا لا؟ تمام. إذا هذا الoption مع early orthopedic treatment نشتغلها فقط على الأشخاص اللي يكون في مرحلة active growth time. الابلاينس مالته راح اشرح لكم اياها بالسادات القادمه. شوف الاوبشن وراء اورثودونتيك كاموفلاج، يعني علاج توهمي اوهم، يعني هو كلاس 3 احوله كلاس 1 بشكل تغطيه، تمام. هذول المايلد كيسز مودريت كيسز ممكن اسوي فد شويه خربطات على ترتيبات، على شويه تنسيقات inside the oral cavity بعدة أجهزة. يعني مثلا عندك كراودك عالج الكراودينج، أسوي بروكلينيشن ريتروكلينيشن، أسوي إكسبانشن بحيث أغطي الكلاس 3 وأحول الكيس إلى كلاس 1 شكليا، لكن لو أرجع الكلاسات الرئيسية مالته أشوف إنه هو كلاس 3 still، لكن عالجتها بحالات البسيطة طبعا، هاي مو سيفير كيسز، تمام. ممكن أعالجها أكثر شيء بالأدلت، خلينا نقول بس mild cases، خلوها ببالكم in mild cases. النقطة الأخيرة هو السيرجري. السيرجري لازم يكون أولاً severe cases skeletal problems and in adult patient. خلوها ببالكم هاي ثلاث نقاط. الأورثوغنوثيك سيرجري هسه أنا ما حطيكم إياها، رح ألغيها من الوجود، هي محاضرة كلش سيئة بس أنا رح ألغيها، ما حطيكم إياها لأنه ما عندنا مجال، ثانيا لازم نقلص المواد. في الأورثوغنوثيك سيرجري ما حطيكم إياها، وإضافة أكيد بالسيرجري شوية ماخذين أفكار عنها، لكن لازم تخلوها ببالكم. بالسيرجري اولا السيرجري يسموه بالاورثوغنوثيك سيرجري. الاورثوغنوثيك سيرجري هو يعني تريتمنت، مو بس سيرجري، هو سيرجري اند اورثوغنوثيك تريتمنت. يعني البيشنت اللي لبس له اورثوغنوثيك ابلاينس، نصفط الاسنان وراه نسوي له سيرجري وراه نكمل الاورثوغنوثيك ابلاينس، بحيث عندنا بري اورثوغنوثيك او بري سيرجيكال بروسيجر، السيرجيكال اند بوست اورثوغنوثيك سيرجيكال بروسيجر. يعني قبل السيرجري نلبس له ابلاينس نعدل الاسنان، يبقى الابلاينس بحلقه نسوي له سيرجري، وبعدين نرجع نسوي له البوست تريتمنت انه نصفط الاسنان ورا ما كملنا السيرجري، تمام. السيرجري لازم يكون عندنا سيفير كيسز وسكليتال بروبلمز، سكليتال كلاس 3 خاصه with vertical discrepancy، مثلا يعني سيفير سكليتال كلاس 3 with open bite with open bite، خلوها ببالكم شكل حلقة شكل مفتوحة كلش مفتوحة، تمام. هذول الكيسات لازم يكون severe cases skeletal problem، إضافة لازم يكون adult. يعني شنو معناها adult؟ يعني صار أنتم توقف cessation in the growth rate، ما توقف أنتم من growth، مو يجي عمره 12 سنة 13 سنة يابا 15 سنة أسوي له surgery داخل surgery، دير بالكم ترى ريلابس يصير ما بيفايدة، لازم العمر يكون متوقف من الشخص، يعني يكون adult stage.
بننتهي active growth time. يعني السيرجري عكس الارلي اورثوبيتك، الاورثوبيتك يحتاج growth time نشتغل عليها، السيرجري يحتاج انه يكون initiation of the growth، الgrowth متوقف على ما اقدر اسوي له treatment مالتنا. الاورثودونتك كاموفلاج، الاورثودونتك كاموفلاج treatment تمام، هو بين وبين، استخدمه بالمايلد الى moderate cases بالحالات اللي تكون بسيطة جدا، واشتغل على الدنتال كومبوننت. هسه الاصالات المتبقية ان هي اصالات تشوفنا الابلاينس اللي استخدمها لكل تريتمنت اوبشن. شوفوا هاي الكيس، باعوا هاي الكيس، شو نشوف؟ كلاس 3 missing of central incisor، تشوفون تمام. اتوقع الكيس simple ونوت ديفيكولت، ليش؟ لانه يعني بسبب انه الميسنج اوف سنترال انسايزر خلى الاسنان ترجع لورا اكثر وتقدمت اللور تيث، فظهرت عندي كلاس 3 مال اوكلوجن. اذا انا عندي فراغ صغير انتيرير كروس بايت اند دنتالي كلاس 3، بس الكاناين ريليشن شوفوها كلاس 1. انا شوي عندي مشكله بمنطقه البريمولرز ايضا تمام. زين شوفوا البروفايل مال بيشنت، ستريت بروفايل اوف بيشنت. This patient accept her profile. Accepted. يعني تشوفون على الرغم انه عندها missing of lateral of central incisor for by accident. هذا رقم واحد. وصار anterior cross bite. وعندي شوية problem بالpremolar region. والبس البروفايل normal. والpatient accept her profile and dentition. شو اتوقع؟ شنو treatment option مالتها؟ Accepting the incisor relationship. متقبلتها. اذا هي متقبلتها انا شنو احرق حمام واسوي لها تريتمنت؟ صح لا لا؟ ما ياثر، مو في التاثير قوي على بقيه الاسنان. اوكي، اذا ما اسوي لها اي نوع من التريتمنت. حنشوف ثلاث انواع ابلاينس نشوفها بالاورثوبيديك تريتمنت. شوفون هاي صور ثلاثه، هذا يسموه تشينكاب، هذا الفيس ماسك، اند الفرانكل ابلاينس functional regulator. كل واحد راح اشرح عنه شغلات بسيطه كلش مو موجوده بداخل المحاضره، بس صورها مهمه وراح نحتاجها بالامتحانات العمليه، خلوها ببالكم تمام. مو بعدين اجيبكم تقولوا لي يا دكتوره ما شفناها، موجوده بالمحاضرات النظري رجاء تمام. انتبهوا، كل سهله وبسيطه. راح ناخذ واحد اول صوره، شوف هذا السلايد الجديد، يسموه بعض الاسامي رجاء طلاب، الأسامي كلش مهمة، يعني لازم تحفظوها، انتوا واجبكم كأندر جراجويت تعرفون الشيء وتحفظون اسمه. يعني تشوفون هذا الأبلاينس ما مفروض تعرفون شلون تلبسوا البيشنت، لكن لازم تعرفون هو شنو، على شنو يستخدم، وش اسمه، لازم تعرفون اسمه. يعني يجيكم سيدو كلاس 3 لازم تعرفون هو هابيتشوال وسيدو كلاس 3 تمام؟ هاي لازم تعرفون، هاي الأساميها كلش مهمة. لنفس الشيء هنا، هذا شو اسمه؟ اسمه face mask. شو اسمه؟ face mask، أو يسموه reverse pull، reverse pull headgear، أو protraction headgear. هذا النوع من الأورثوبوتيك treatment أستخدمها للكيسات اللي يكون class 3 skeletal active growth time، يعني في حالة growth active time. البروبلم وين؟ بالماكزيلا. وين؟ بالماكزيلا. يعني مو واحد جاني كلاس 3 وسكليتال وماندبل اجي استخدم له فيس ماسك، تربالكم اعتبرها غلط. ليش؟ لانه هو يشتغل على الماكزيلا ما يشتغل على الماندبل تمام؟ يشتغل على منو؟ على الماكزيلا، ما يشتغل على الماندبل. شو اسمه؟ اسمه فيس ماسك او ريفيرس بول هيد جير، ريفيرس بول هيد جير او بروتراكشن هيد جير تمام؟ باعوا هاي الكومبوننت مالته. هذا البارت تشوفون، هذا البارت يسموها بالهيد كاب، بحيث يسند على الـ على الهيد تمام، على القصه مال بيشنت. هنا هذا التشن بارت، هذا يسند على التشن، يعني كانه راح يلزم التشن وراح يلزم الهيد بارت تمام، وراح يشتغل بهذول الاذراعين تمام، هذا الميتال فريم مالتنا تمام، يشتغل ويربط بإلاستيك انترا اورالي، هسه راح اشوفكم بالسلايد اللي وراه، يسحب الماكزيلا ان فورورد بوزيشن، يطلع الماكزيلا اللي قدام تمام. هذا شو يسموه؟ ريفرس بول هيد جير، او يسموه بالفيس ماسك، فيس ماسك
الأسامي كلش مهمة. نشوف باو، هاي نوع آخر من الفيس ماسك. تشوفون نوعية الهيد كاب مالتنا عريضة، يسموها بالديلير فيس ماسك. شو يسموها؟ بالديلير فيس ماسك. هذا الريفرس فيس ماسك، هذا الديلير فيس ماسك. مو كلش مهم عندكم ديلير أو ريفرس، بس المهم لازم تعرفون فيس ماسك، ريفرس بول، and البروتراكشن. شوفوا شوفون شون يربط هذا، يخلي هنا مخلين على الهيد، هنا مخلين وين؟ على الشن. وهذا الميتال بارت يربط ويا التيث انترا اورالي، ايذر ريموفبل ابلاينس اور فيكس ابلاينس، ويسويني بروتراكشن للماكسيلا، يقدم الماكسيلا ان فورورد دايركشن. يمتى استخدمها؟ استخدمها في حالات الكلاس 3 الاسكليتال اند في مرحله الاكتيف جروث تايب، لانه هو عباره عن اورثوبيديك تريتمنت. هو شنو؟ orthopedic treatment، يعني يشتغل على growth time، مرحلة الgrowth في مرحلة الadolescence قبل ما يوصلوا مرحلة البلوغ مالتهم، تمام؟ ال 12 13 15 10 8 هالأعمار الصغار اللي ممكن استخدمهم. يشتغل فقط على الماكسيلا، ما يشتغل على الماندبل، يشتغل فقط على الماكسيلا، تمام؟ يعني هذول هو الانكورج بارت. هذا تشوفون هاي العمدة الزرقاء الزرق، هاي عبارة عن الانكورج بارت. هذا البارت هو اللي راح يشتغل وهيقدم الماكسيلا in forward direction. باعوا هاي هم بعد صور واضحة مع الفيس ماسك. أشوفون أشوفون شون هذا الفيس ماسك مربط نانا بالهيد، نانا الماندبل. باعوا هذا الميتال فريم بالصورة الوراها عن طريق إلاستيك ينربط انترا أورالي، هنا مرتبط ويا فيكس أبلاينس. أشوفون هذا فيكس أبلاينس inside the patient mouth. أشوفون هذا عبارة عن ميتال باند بها هوكس، هذا الهوكس مربوط ويا الميتال ارم مال الفيس ماسك عن طريق الاستيك، بحيث يستند عبالك القوه اللي تجي او الاسناد اللي تجيها من الهيد، ان الاسناد تجي من التشن، يخلي الماكسيلا تطلع لي قدام، يسوي لي ماكسيلا بروتراكشن. استخدمها في حاله الكلاس 3 في حاله الماكسيلا بروبلم ان ان اكتف جروث تايم. هذا فيديو توضيحي، حرامات لو كان يشتغل كنت أريد أشغلكم إياها، بس هذا فيديو توضيحي شلون حيشتغل عندكم الدلير ماسك. أتمنى تشوفوها وش تستفادوا. السلايد اللي وراه هو تشينكاب، العكس تماما من شنو؟ من الفيس ماسك. إذا جانا patient وأكتف growth time وسكليتال problem والمشكلة عنده بالماندبل، الحل هو تشينكاب. شوفون عبارة عن هيد كاب يغطي لي الكاب مال الهيد، تمام؟ إضافة إلى بارت يربط بالجن ويربط التو بارت. الغرض من عنده هو إنه يأثر على الماندبل جروث. السؤال، هل هو يقلل من growth of mandible؟ يعني يجيكم patient skeletal class 3 المandible متقدم، عنده active growth بالmandible أكثر من الماكسيلا، بحيث تقدم بسرعة بسرعة، يصير عنده class 3 كل السبير. من ألبسة chink up معناها تنحل هاي المشكلة؟ أرجع أقولكم لا، ما تنحل هاي المشكلة. سببها إنه ما يقلل growth of mandible، لكن يسوي لي fed rotation بالmandible in backward downward relation. يعني عبالك انه يفرك الماندبل هم backward هم downward، يرجعها لي ورا، بحيث يقلل من الforward posture of the mandible، وبذلك يسيطر على البروبلم اذا عندك مشكلة class 3 وسببه هو الماندبل. اذا جاي patient وskeletal class 3 active growth time بالadolescent age، تمام، وعنده skeletal problem، شنو ممكن استخدمه في حال اذا عنده problem بالماكسيلا؟ الماكسيلا لازم استخدم له الفيس ماسك، واذا كان عندي مشكله بالماندبل لازم استخدم له التشينكاب. هذا التشينكاب in different directions، ما حدخل تفاصيله ليش هذا هالشكل محطوط، ليش هذا هالشكل محطوط، ما يحتاج تعرفوها. يحتاج تعرفون فقط انه اذا problem بالماندبل هو التشينكاب. التشينكاب هل وقف الجروث اوف ماندبل؟ لا. شو يسوي لي؟ نقطة كلش مهمة، الـ action of the chinkab، what is the action؟ هو rotation of the mandible in backward downward direction. Backward downward direction. أكو سؤال لحد الآن؟ إن شاء الله تكون واضحة، وإذا أي سؤال أنا مستعدة للإجابة. نشوف فرانكل
الاكتيفيتر. الفرانكل اكتيفيتر قد تشوفون هذا الفرانكل اكتيفيتر عبارة عن هذا فد نوع من المايوفانكشنال ابلاينس، ايضا ممكن نستخدمه للاشخاص اللي عندهم كلاس 3 وسوفت تشو بروبلم. تمام، هذا الشيلدز، هذا البوكال شيلدز قد تشوفون راح يفصل التشيك، هذا راح يفصل هنا اللب ويخلي يصير normal growth of maxilla and mandible. احتمال الفرانكل اكتيفيتر ما تشوفه موجودة بالمحاضرة، بس هي من الابلاينس المهمة كأورثوبيديك اللي استخدمها للبيشنت اللي يكون عنده اسكاليتال كروث كلاس 3 مال اوكلوجن، والاشخاص اللي يكون عندهم باكتيف جروث تايم. هاي الفيديو توضيحي يوضح لكم شلون الفرانكل اكتيفيتر يشتغل، ان شاء الله تشوفوها وتستفادون من عندها. زين، نجي على طبعا هاي الأجهزة اللي شفتوها الأورثوبوتيك اللي هي الفيس ماسك والتشينكاب، هاي كانوا يستخدموها أيام زمان بكثرة. هسه تطورت، هسه طلعتكم التاد المايكرو امبلانت، تشوفون هذا هنا، هذا واحد، هذا اثنين، هذا هنا، تشوفون قاموا بدل ما يستخدمون، يقول لك بدل ما استخدم لهاي الابلاينس الاكسترا اورالي البيشنت ما يتقبله، تمام، خلي استخدم هاي الابلاينس انترا اورالي، تمام، والنتائج افضل، واربطها بالاستيك، اخلي تاد بالانتيرير سيجمنت واخلي تاد بالابر بوستيرير سيجمنت واربط بيناتهم الاستيك، هذا يرجع الماندبل وهذا يطلع الماكسيلا، تمام، او ممكن اربطها باللور بس اخليه واربطها بالاستيك انتو ذا ابر ريموفبل ابلاينس. هنا انا مثلا ارجع اقول لكم هي وجهة نظر نوعا ما مفيدة، لكن مو كلش مفيدة. تعرفون ليش؟ لانه هاي الامبلانت ما ممكن اخليها بالاشخاص الاكتف جروث تايم مالتهم بعمر خلينا نقول 10 سنوات 12 سنة. ليش؟ لانه الديستي مالبون ممكن ما ينطيني فد انكورج مناسب للتاد بحيث يثبت التاد بالموقع مالتنا. يعني التاد تشوفوه ممكن ما يقعد بالموقع، يعني ما يصير ستيبل، فإذا ما حصلنا على الستيبوليتي ما حنقدر نستفاد من هذا الديزاين من أبلاينس. بس هو أوبشن يستخدم عن أورثوبيديك موفمنت للأشخاص اللي يكون أكتب جروث تايم. زين، هسا نشوف تيجي على الكوموفلاج. من ندخل inside the oral cavity والكيس شوية أضغط بعد الأورثوبيديك ما يفيده، لا يفيده تشينكاب ولا فيس ماسك ولا هالسوالف، تمام، أشوف انترا أورالي، أشوف ايش عنده، عنده كراودينج، تمام، عنده كراودينج، اسوي له اكسبانشن احل مشكله الكراودينج، صح، احد الطرق سبيس كرييشن، او اسوي له اكستراكشن. بس خليها ببالكم الاكستراكشن وين اسويها؟ باللور ارتش مو بالابر ارتش، هاي كلها اخذناها بالمحاضرات السابقه. الاكستراكشن الكراودينج في حاله الكلاس 3 اسويها وين؟ باللور ارتش وليس بالابر ارتش. زين، اذا عندي ريفرسد اوفر جيت، ريفرسد اوفر جيت يعني انتيرير كروس بايت، يعني من يكون انت انتيرير كروس بايت يعني lower incisors in front of the upper incisors، الحال مالته شنو؟ اسوي retroclination lower incisors واسوي proclination upper incisors، صح لو لا؟ وحل المشكله. بس كل واحد ترى من هاي الوضعيه بها اثارها وبها نتائجها. يعني مثلا من اني اسوي proclination upper incisors، من اني احقلق space، صح، حخلق space، إذا عندي crowding يعني سويت procrastination upper incisors وعندي crowding بالأبر، انحلت مشكلة الكراودينج، صح لو لا؟ بنفس الوقت إنه رح يقلل لي البايت الأوفر بايت. يعني مثلا إذا عندي deep bite رأسا تشوفون الأسنان تتفلطح لي قدام وتنفتح البايت، لكن إذا عنده open bite رح تزداد الوضعية سوءا، تشوفون؟ أو إذا عندي retroclination lower incisors، إذا مثلاً retroclination رح أرجعها للي ورا، إذا هي spacing condition، لأنه عادةً class 3 اللور يكون بيها spacing، يعني أغلب المرات، مو دائماً، مرات، فإذا من أرجع الأسنان اللي ورا رح تنسد السبيسات، صح لو لا؟ تمام؟ ونفس الوقت، يزيد البايت، يعني إذا عندي deep bite رح يصير وضعية أسوأ، لكن إذا عندي open bite راح تصير وضعية أحسن. إذن إذا بدي أعدل الـ anterior cross bite أتلاعب بالـ inclination of the incisors، أسوي proclination of upper incisors or retroclination of the lower incisors. الـ overbite
شلون اعدلها؟ عن طريق الاكستروجن او الانتروجن، والكروس بايت عن طريق الاكسبانشن. حتشوفون بالصور القادمه مجموعه من الابلاينس اللي ممكن نستخدمها في حاله التريتمنت اوف كلاس 3 مال اوكلوجن. اذا عندي كروس بايت اريد اعدل الكروس بايت، استخدم الاكسباندر، هذا الكواد هيليكس اكسباندر، هذا الهايركس اكسباندر. تشوفون راح ناخذ التفاصيل اكثر في محاضره الكروس بايت، بس هاي ممكن ابلاينس ممكن استخدمها في حالة مشكله الكروس بايت اذا عندي وير كلاس 3 مال اوكلوجن. ها يبقى لنا الحل الاخير، انه استخدم الكلاس 3 الاستكس، استخدم فيكس ابلاينس للبيشنت كلاس 3 الاستيك، عباره عن الاستيك يربط بين اللور كاناين فروم ذا لور ارش اند ذا ابر 6 فروم ذا ابر. هذا شو راح يسوي لي؟ راح يسوي لي روتروجن او ريتروكنيشن اوف ذا لور تيث اند بروكنيشن او بروتروجن اوف ذا ابر تيث، تو يحول الكيس من كلاس 3 الى كلاس 1 مال اوكلوجن. هاي احد الطرق اللي ممكن استخدمها از ا كاموفلاج، يسموها بالانتر ماكسيلاري كلاس 3 الاستيك. تمام، ممكن يستخدمها، بس خلوها ببالكم اثناء هذا الشغل راح اسوي لي اكستروجن اوف ذا كاناين اند اكستروجن اوف ذا 6، ممكن وارده. يعني هذا اذا عندي اوبن بايت راح تزيد الوضعيه سوءا، بس اذا عندي ديب بايت راح تحل المشكلة الديب بايت باي ذا اكستروجن اوف ذا بوستيريور تيث. هاي مجموعة الكيسات او الابلاينس اللي استخدمها از ا كاموفلاج تريتمنت. قلت لكم عندكم كراودينج، اما اسوي اكسبانشن او اكستراكشن، كروس بايت اسوي اغير الانتيرير كروس بايت، اغير الانكلينيشن مال انتيرير تيث، اسوي بروكنيشن وريتروكنيشن، وذا بوستيريور اسوي له اكسبانشن، صح لو لا؟ والاوبن بايت والديب بايت، اذا اوبن بايت اسوي اكستروجن بالانتيرير او اكستروجن بالبوستيرير، راح ناخذها اكثر بمحاضره الاكستروجن والاوبن بايت والديب بايت بتفاصيل اكثر. اذا الاوبشنز اوف تريتمنت يتوقف على الكيس مالتي. اذا الطفل صغير اعمار صغيره بري ادوليسنت، راح استخدم الاورثوبوتيك تريتمنت. تمام، اذا اعمار adult والكيس mild الى moderate كلش بسيطه، ممكن استخدم الاورثوتيك كاموفلاج عن طريق الفيكس ابلاينس او عن طريق الطرق الاخرى اللي استخدمتها كلاس 3 expansion extraction procrastination of teeth. واذا كان adult وsevere cases وskeletal problem مو dental، اكثر شيء skeletal، ممكن احل المشكله عن طريق الاورثوجناثيك سيرجري، وخاصه من يكون adult والgrowth عنده متوقف اقدر استخدم الاورثوجناثيك سيرجري. راح يكون عبارة عن فيديو يوضح لكم عن نوع of treatment of the by using of class 3 elastic. إن شاء الله تكون محاضرة كلش سهلة وكلش بسيطة، يعني إن شاء الله ما تعبتكم بها، محاضرة كلش بسيطة أنا قاعد أشوفها وكلش سهلة، وإن شاء الله الله يسهل أمركم. وإذا أي سؤال أنا مستعدة، الكوز مال لكتشر حنطيكم الأسئلة، والحد الأقصى لجواب هو يوم الخميس القادم. أتمنى لكم كل التوفيق، وأي سؤال أنا حاضرة إن شاء الله. أتمنى لكم كل الصحة والعافية، وشكراً.